الأبي والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الله معكم. أنا وياكم رح نتعرف اليوم على شخصية القديس العظيم يوسف، اللي بسنة 2021 اقترح البابا فرانسيس أنه يكون عم بيهدي هالسنة، خاصة السنة سنة 2020-2021 كانت سنة وبائية صعبة كتير، يهديها للقديس يوسف ويحطها تحت عينيته ويكرسها باسمه. الأناجيل ما ذكرت إلا اللي صار بإنجيل متى، وبوقتها قال عنه الإنجيل متى الفصل الأول الآية 19 كان يوسف خطيبها باراً. كلمة باراً تحمل كتير معاني. هل يوسف حب بنت الناصرة وكانت من أهل الجليل، اسمها مريم، من عائلة متواضعة؟ التقليد الرسولي بيقول إنها كانت تخدم بالهيكل وتتعبد لربها. اتفق يوسف معها ومع أهلها على أنه تكون زوجته، وبلش مثل كل الشباب يجهز بيته المتواضع بضيعة صغيرة اسمها الناصرة. مثل كل الشباب بعمره، حلم يوسف بأنه يعيش عيشة سعيدة والعيش الكريم مع شريكة حياته، وعدا لشريكة حياته بالزواج وبالأمانة والإخلاص. بس يوسف الصديق البار ما خطر عباله ولا لحظة أنه مريم رح تكون أم المخلص المسيح المنتظر، وأنه الملاك جبرائيل حملها بشارة. وبالرغم من أنه كان متعمق بكل اللي قال بالكتب المقدسة عن المسيح المنتظر وعن كيفية مجيئه، وأكيد كان بيعرف ومرقت عليه أسفار أشعيا النبي والنص اللي بيقول هو ذا الصبية تحبل وتلد ابنا، أشعيا الفصل 7، بس كل هيدا ما كان بالحسبان أنه ممكن هالشي يصير معه هو. وبيوم من الأيام، وقت اللي كان صار لازم العذراء ترجع من عين كارم جبال اليهودية عن ناصرة، ورجعت من عند إليصابات، صعقته بخبر حبلها الإلهي. اضطرب، خاف مثل ما بيقول الإنجيل، وتساءل شو اللي عم بيصير. احتار كتير بأمر مريم، مرق بمحنة قاسية جداً كان ممكن تدمر كل شيء بحياته. أكيد بعض الناس بيقولوا هل كان ممكن توصل القصة بينه وبين مريم للقطيعة، للانفصال؟ أنا بقول ليش أصلاً يوسف شك للحظة بأمانة مريم؟ ليش أصلاً الإنجيل بيقول إنه خانته؟ لا، ولكن بيقول إنه كان في ارتياب. أقولكن هالارتياب هو ارتياب محق ولا لا، خاصة إنه البنت حبلة وحامل من الروح القدس. شو يعني الروح القدس؟ شو كان دور الروح القدس من 2000 سنة؟ رجعوا معي إخوتي، خلي أي عائلة اليوم صبية تيجي تقله لبيا أو لأما، أمي بيي أنا حبلي بالروح القدس، كيف ممكن يفهموها هالقصة؟ ما ممكن إخوتي العقل والمنطق البشري يفهم هيك قضية. فكيف بتكون يوسف اللي كان باراً صديقاً، كيف كان ممكن يستوعب هالسر العظيم اللي اسمه سر الحبل الإلهي؟ حبيبته أكيد بحالة ما بيقدر هو كرجل إنه يستوعبها. شريكة حياته بتول طاهرة ولكنها حبلة بالروح القدس. هالشي كان بفوق إدراكه ومحدوديته البشرية. وبالرغم من هالشي إخوتي، ما قبل يتفوه ولا كلمة لا مع مريم ولا مع غيرها عن القلق والظنون، لأنه كان مقتنع ببراءة مريم خطيبته وما حب يظن فيها. ولكن عدم مقدرته أنه يلاقوا تفسير واضح لهالسر دفعوا
أنه يأخذ قرار بتخليتها سراً من دون ضجة حتى ما يضرها، لأنه كان ممكن بمجرد ما يخبر عن سرها كانت مريم رح تتعرض لعقوبة الرجم حتى الموت بحسب الشريعة اليهودية، بس هالشي ما صار. بدي أنهي ورح كمل حلقة تانية عن القديس يوسف. أنا بس بدي قلكن الإنجيل بيلخص هالحالة اليوسفية بأنه كان يوسف باراً، وبقول عنه كان صديق. بالحلقة الجاية رح أتوقف أنا وياكم أخوتي عند محطات يوسفية، شنو هاليوسف وكيف كان ممكن يضم مريم ومعها يعمل رسالة خلاصية كاملة. الله معكم.